إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج عبادا من النار لم يعملوا خيرا قط، ويلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة أو نهر الحيوان بجوار الجنة، فيخرجون شبابا كتب على جباههم الجهنميون عتقاء الرحمن من النيران. فرحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، ويعني من ظن ده يعني للجميع أن الله لن يغفر له لكثرة ذنوبه، واحد ذنوبه كتيرة يقول لي ربنا يغفر لي إزاي، فقد وكل نفسه لحدود عقله القاصر عن إدراك رحمة الله. ده الرحمة واسعة، يعني علينا أن نطمع في رحمة الله. صحابي صلوا على النبي، واحد عطس وهو بيصلي، فالصحابة ما يعرفش من الأعراب إن الكلام في الصلاة محرم، فقال له يرحمكم الله، فالصحابة بصوله فقال ويلكم ما لكم تنظرون إليه هكذا، كل ده في الصلاة. فضربوا بأيديهم على أفخاذهم كأنهم يصمتون، كأنهم بيقولوا نسكت، فظل يتكلم. فلما انتهى النبي من صلاته قال ما وجدت معلما أفضل من رسول الله. ليه؟ قال ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا أذاني، ولكن قال لي هذا، إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. أخونا الأعراب انفعل بأخلاق النبي وبالكلمات الجميلة ديت اللي طلع بالحكمة والموعظة الحسنة، ودخل يصلي ركعتين لله، بيقول إيه بقى في صلاته؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. وبيبص للصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أخي لقد حجرت واسعة، فإن الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء. طب يا دكتور، في ناس مثلا بتبقى طيبة زيادة عن اللزوم أو متسامحة مع ناس كتير، ومع ذلك يتقال يا عم ده عبيط، ده أي كلام، يعني ما بياخدوش ده إن هو رحيم بالآخرين، يعني فهل دي صورة من صور الرحمة؟ لا، صورة من صور الرحمة اللي ربنا أودعها في قلب الإنسان اللي هم بيسبوه أو كلام من ده. لكن الفري في أعراض الناس أو الكلام على أعراض الناس ده حرام، يعني بعض الناس يتورع يسأل اللحم ده حلال ولا حرام، لكنه لا يتورع في الكلام على الناس. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة؟ يعني بعض الناس بتبقى ناس بسيطة زي ما حضرتك تكلمتي، وسبحان الله عند الموت تظهر لهم كرامات وعجائب. تبص تلاقي اللي بينطق بالشهادتين عند الموت، تبص تلاقي اللي بيموت بعرق الجبين، تبص تلاقي اللي بيموت وهو في وضع مثلا السجود، تبص تلاقي اللي بيموت وهو على ذكر الله عز وجل. زي ما قلت لحضرتك في بداية الكلام، ما ينفعش ان احنا نستقل بحد، لان انا ما اعرفش قدره عند ربنا سبحانه وتعالى ايه. فالمفترض ان انا بوكل الحكم لله، شفته كده خلاص، انا شايف ان هي صفة عجباني بتكلم فيها بالخير، صفة مش عجباني لا ينبغي ان اتكلم فيه بسوء. طب وإيه الأشياء اللي دخلنا في رحمة الله سبحانه وتعالى؟ الآية الكريمة فصلت بعض الأشياء.